سموحة هزيمته الثانية على التوالي منذ أن تولى حسام حسن مهمة المدير الفني للفريق الأزرق، لتتوالى انتكاسات الفريق السكندري منذ بداية الموسم والتي وضعته في مكانة لا تليق بما قدمه منذ تواجده في الدوري الممتاز، حيث يحتل سموحة المركز 15 برصيد 25 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن إنبي صاحب المركز الأخير برصيد 22 نقطة، ليصبح الثنائي أكبر ألغاز الموسم الحالي. غابت الانتصارات عن سموحة في الفترة الأخيرة والتي بلغت 16 مباراة على التوالي، حيث لم يحقق أي فوز منذ انتصاره على وادي دجلة في 7 أكتوبر الماضي، أي منذ أكثر من 157 يوما بالتمام والكمال. نال فيها الفريق 7 هزائم وتعادل في 9 مباريات ليهبط من المربع الذهبي الذي كان متواجدا فيه في بداية الموسم إلى مراكز الهبوط. ويعد ما حدث نكسة كبيرة لفريق كان وصيفا لكأس مصر في الموسم الماضي ونافس على لقب الدوري قبل 4 مواسم، بل وخسر الدوري في الجولة الأخيرة من الدورة الرباعية، ليصبح سموحة لغزا كبيرا بلا حل بعد تغيير 4 مدربين هذا الموسم، بداية من علي ماهر ومرورا بطارق يحيى وعادل عبد الرحمن وأخيرا حسام حسن. وعلى المنوال نفسه يسير إنبي، الفريق الذي يعد رقما صعبا في معادلة الدوري المصري منذ صعوده، بل وزاد على ذلك كونه أحد الفرق المصرية التي توجت ببطولات، إلا أنه يعيش حاليا الموسم الأسوأ في تاريخه، حيث يحتل المركز الأخير برصيد 22 نقطة ولم يحقق أي انتصارات في آخر 7 مباريات له، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر 4. ويعود آخر فوز حققه الفريق البترولي إلى 9 يناير الماضي، أي قبل ما يقرب من 62 يوما. فريقان كبيران يعانيان بقوة هذا الموسم ويبدو مصيرهما غامضا، إلا أنهما ما زالا يمتلكان الأمل في الهروب من النفق المظلم نظرا لتقارب عدد النقاط بين جميع الفرق حتى منتصف الجدول. فمن منهما سينجح في الهروب ومن سيتلقى المفاجأة الحزينة ويغيب عن الأضواء؟